استاذ مصطفى شايف ان في استجابه بشكل كبير جدا بالنسبه للمبادره، والوعي بقى موجود بقى من الطرفين، سواء من محلات التجميل او صناعات الحلاقه، وكمان برضو المواطن الطبيعي اللي بيروح بيستخدم الادوات دي. والله طبعا في ناس قلقانه وفي ناس خايفه، بالذات المهنيين. احنا بنناشد الناس كلها ان دي مبادره صحيه، وكل مبادرات 100 مليون صحه بتهدف لصحه المواطن المصري. احنا بنتمنى دعم من المواطنين ودعم من اصحاب المهن اللي ممكن يكون فيها احتراق للجلد ودم ونقل فيروس، ان الناس تحاول تساعدنا وتحاول تفهم وتستوعب ان كل اللي بيحصل لصالح صحه المواطن. فمحتاجين ان المهن نفسه يبتدي حزمه القرارات اللي متاخده ويبتدي يطبقها، وان المواطن نفسه يبقى حذر على نفسه من نقل الفيروسات، وان الناس تبتدي تبقى فاهمه ان المبادرات دي مبادرات للصحه العامه ولصحه المواطن. بالظبط. هو ده اللي احنا بنتمنى ان احنا نناشد الناس دي، خاصه ان احنا دلوقتي في 2020 العالم كله بيستخدم حاجته الشخصيه، ما فيش شخص بيستخدم حاجه شخص اخر. فاحنا محتاجين الثقافه دي توصل كل بيت وتوصل لكل مهني وتوصل لكل فرد في المجتمع، عشان نحد من نقل الفيروسات. حضرتك عارف احنا بنصرف مبالغ طائله على فيروس سي، والحمد لله بعد 100 مليون صحه وابتدينا نعرف مين اللي عنده الفيروس وابتدينا ان احنا نعالجه فعلا. فمش محتاجين ان احنا نيجي بعد سنه او اثنين او ثلاثه نلاقي عندنا اعداد تستوجب ان احنا نعمل 100 مليون صحه ثاني واهدار للمال العام واهدار لصحه المواطن. فنتمنى دعم من سيادتكم طبعا ومن كل القنوات، ان هي تقدر تشرح للمواطنين اهميه المبادرات، وان هم لازم يبقى في تجانس بيننا وبين بعض عشان احنا كلنا بنهدف لصحه المواطن. مظبوط. طبعا شكرا ليك استاذ مصطفى جمال، مدير مبادره انتشار ونقل العدوى بالفيروسات الكبديه بصالونات التجميل. وطبعا دي مبادره مهمه جدا جدا، وممكن تكون برضو الاهم في مصر بصراحه في الفترات الاخيره. طبعا من اهم المبادرات اللي احنا يعني شايفين ان هي يعني تم انطلاقها من الدولة المصرية والخاصة بالمواطنين بينا احنا، ان احنا بنستفيد منها، وان احنا كمان يعني الوعي بقى يتم بشكل اكبر كمان وبشكل يعني افضل. لان انا شايف ان حتى كمان يعني لما احنا بنروح نعمل كشف مبكر، حتى لو انت يعني شايف ان انت ما فيش اعراض ممكن، او في حاجة انت ممكن بتتعرض ليها من لا قدر الله من ناحية فيروس سي يعني، فانت برضو بتطمن على نفسك. انت بيجي لك العربيه لحد يعني باب البيت جنبيها بشويه كده، بتلاقي في كل تجمعات سكنيه في كل منطقه بتلاقي في عربيه متحركه. بتلاقي المساجد نفس الكلام، بتلاقي الكنائس، بتلاقي المراكز الطبيه التابعه للدوله، فبتلاقي ما شاء الله يعني كل حته هتلاقي فيها طبعا يعني الكشف المبكر بالنسبه لنا بالنسبه لفيروس سي. وكمان في حملات اخرى ما شاء الله برضو انطلقت من الدوله ومن وزاره الصحه، سواء بقى الكشف المبكر بالنسبه لسرطان الثدي برضو، وهي عندنا كمان مبادره محترمه جدا طبعا من رحم يعني 100 مليون صح.